حتى ليه. هل تراجعنا؟ لا احنا ما تراجعناش طبعا. فما بتحصل ازمات في المجتمع, ازمات اقتصاديه, عاده الكتاب يتاثر اكتر من اي حاجه. فاحنا من بعد الثوره حتى الان ما رجعناش للمعدلات الطبيعيه الاقتصاديه. لكن المعرض السنه دي كان فيه ملحوظه هامه جدا, ان اقبال هائل من اجيال جديده من الشباب. فاظن ان حوالي اكتر من 85% من جمهور المعرض كانوا شباب, وباعداد هائله, وكلهم مقبلين على القراءه ومقبلين على الشراء. وكان احد الظواهر ان نسبه البنات اكتر من نسبه طب مقبلين على ايه يعني؟ النهارده الشباب المصري اذا اعتبرنا ان هو يمثل الغالبيه العظمى من القراء هو شباب, وانا بلمس ده كمان الحقيقه برضو بشكل كبير جدا حتى على مستوى الجامعات. لكن بيقروا ايه وبيقروا لمين؟ انا هقول لك الظواهر اللي احنا شفناها والاحصائيات الدقيقه. كانت اكتر سنه فيها مبيعات لكتب الاطفال بالنسبه لنا السنه دي, وكتب الاطفال العلميه كمان. وانا هرجع عايز اقول حاجه علينا عملنا ايه في كتب الاطفال, لان دي حاجه مهمه جدا. فكتب الاطفال العلميه حققت نجاح هائل السنه دي, بما فيها موسوعات واطالس وكتب علميه مختلفه. انما كتب الكبار كانت الظواهر ان كان في اقبال شديد على كتب الدكتوره رضوى عاشور, على كتب الاستاذ محمد حسنين هيكل, على كتب الدكتور يوسف زيدان, على كتب الدكتور علاء الاسواني, على كتب احمد مراد, واحمد مراد شاب بديع وله جمهور, على كتب حسن كمال, على كتب الدكتور محمد المنسي انديل, على كتب الاستاذ بهاء طاهر, على كتب الدكتوره اهداف سويف. فكلها تبين لك انها اهتمامات تدل على ثقافه وعلى وعي وعلى حسن اختيار. يعني لو انت عايز ترشح مش هترشح احسن من كده. وخد بالك من احد الظواهر ان الاديب الناجح نجاح عظيم ادبه بيبقى قابل للترجمه. نادر لما بقى في ناس كتبهم تترجم لاكثر من 10 لغات واكثر من 40 لغه. زي مين يا فندم؟ احنا عندنا كتاب كتبهم ترجمت لاكثر من 40 لغه. استاذ محمد حسنين هيكل انت عارف هو بيكتب بالانجليزي وبيكتب بالعربي, مظبوط. في كتب دي ترجمت لاكثر من 40 لغه. استاذ نجيب محفوظ كتبه ترجمت لاكثر من 40 لغه. الاستاذ علاء الاسواني كتبه ترجمت لاكثر من 40 لغه. الدكتور يوسف زيدان لاكثر من 40 لغه. الدكتوره اهداف سويف لاكثر من 40 لغه. الاستاذ بهاء طاهر حوالي 40 لغه. حتى الشباب الجديد يعني الاستاذ جمال غطاني ترجمت برضو كتبه لحوالي 40 لغه. احمد مراد وحسن كمال كتبهم ابتدت تترجم. طيب